تفجير سيارة فخخة في مدينة بنش. الله أكبر. حتى المساجد لم تسلم من الاستهداف، أجساد المصلين تحولت إلى أشلاء. فقد انفجرت سيارة ملغومة خارج الجامع الكبير في بنش بريف إدلب. الإحصاءات تتحدث عن عشرات الضحايا في وقت تشهد فيه سوريا ارتفاعاً في وتيرة الهجمات المنفذة بواسطة السيارات المفخخة. في المقابل اتهمت المعارضة المسلحة الجيش السوري بقصف مستشفى ميداني في مدينة جاسم بريف درعا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي بلدة نوى بريف درعا كذلك كثف الطيران الحربي السوري قصف مواقع المعارضة، ويسعى المقاتلون المعارضون إلى دخول حي المنشية آخر معاقل القوات السورية في درعا البلد. وفي ريف حلب الشمالي قصف الجيش السوري بلدة حريتان، وقالت المعارضة إن القصف أصاب طواقم طبية أتت لإسعاف الجرحى. في مدينة حريتان، الله أكبر. أما في حمص التي تسلمها الجيش السوري بموجب اتفاق مع المعارضة، فقد بدت آثار أشهر القتال صادمة. الأهالي يتحدثون عن جثث دفنت عنوة في حدائق المنازل وفي المرافق العامة. طلعنا من هون حديقة وشجر مسمر كان فيها، لكن لما رجعنا لهون على الحارة هلا تفاجأنا انه صايرة مقبرة يتجاوز فيها 300-400 عنصر من المقبرة. المهم مين من كان يكون؟ كان الجيش يوجه ضربات مؤلمة للمسلحين، ينتج عنا عدد من الخسائر والأرواح لهم، فكانت المسلحين تضطر إلى تحويل الحدائق العامة والحدائق الجوامع إلى مقابر جماعية. ويسعى النظام السوري إلى إبرام اتفاقات هدنة مشابهة لاتفاق حمص في المدن التي بدأت المعارضة المسلحة ترخي قبضتها حولها.